اشمعيني في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. ألم الشوق. ولدت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام وقد مضى 3 سنوات على خلافة هارون الرشيد الذي عرف ببطشه وظلمه وانغماسه في الدنيا، وهو كأسلافه في ملاحقة أئمة أهل البيت عليهم السلام، فأمر باعتقال الإمام القاظم عليه السلام وأودعه السجن. وهكذا فتحت عينيها على المحن والخطوب، وامتزجت حياتها بالحزن والألم، فكانت حياتها شبيهة بحياة جدتها الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. وبعد شهادة الإمام القاظم عليه السلام، انتقلت السيدة المعصومة إلى كنف أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وقد كان لها بأخيها صلة خاصة قل نظيرها. تظللت السيدة المعصومة بفيء إمامة أخيها الرضا عليه السلام 17 عاما، إلى حين سفره إلى مرو، حين طلب منه المأمون العباسي التوجه إليه لتسلم ولاية العهد، فلم تستطع أن تعيش بعيدة عنه، فقررت الخروج إليه قبل مضي سنة من بعده عنها. يممت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام وجهها شطر إمامها قاطعة الصحاري والفيافي، حاملة شوق النظر إلى الوجه المشرق للإمام عليه السلام. ولما وصلت إلى ساوة مرضت مرضا شديدا، بحيث لم تقدر على الاستمرار في المسير، فسألت: كم بيني وبينكم؟ قالوا: 10 فراسخ. فأمرت خادمها فذهب بها إلى قم وأنزلها في بيت موسى بن خزرج بن سعد، فكانت فيها 16 يوما ثم فارقت الحياة. فدفنها موسى بعد التغسيل والتكفين في أرض له، وهي الآن مدفنها ومزارها، وبنى على قبرها سقفا من البواري. ثم بنت زينب بنت الإمام الجواد عليه السلام عليها قبة، ثم دفنت بجوارها عدد من بنات الإمام الجواد عليه السلام وغيرهن من ذرار الأئمة المعصومين عليهم السلام. واليوم روضتها عليها السلام مزارا ومستراحا لأفئدة محبيها وزائريها. هذا وقد ازدهرت ببركة وجودها مدينة قم المقدسة، وغدت صرحا علميا شامخا تجذب طلاب العلوم الدينية من جميع الأقطاب والأمصار. روى القاضي نور الله عن الصادق عليه السلام قال: إن لله حرما وهو مكة، ألا إن لرسول الله حرما وهو المدينة، ألا وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، ألا وإن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولد اسمها فاطمة بنت موسى عليها السلام، وتدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم. وعنه عليه السلام: من زارها عارفا بحقها فله الجنة، ألا إن حرمي وحرم ولدي بعدي قم. لقد جرى القضاء بما يرجى له حسن المثوبة لكريمة أهل البيت عليهم السلام أخت الرضا السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة. قصد المحتار وهمومه
باب الحاجات معصومه.